اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك في هذه الساعة العظيمة من هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته.